صباح الخير. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بالصبر. أنا ليث أبو-سمن من بيت عزيز، بحب أرحب فيكم بهذا المشروع. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالأكل اللي قدمنا لكم إياه من بيت عزيز. نحاول قد ما بنقدر إنه نقدم الأكل اليومي، الأكل السلطي اللي متعودين وتربينا عليه. طبعا نستخدم منتجاتنا، نستخدم منتجات السيدات الموجودين بالمنطقة، هم اللي بيحضروا لنا المربيات، وهم اللي بيحضروا لنا حتى كمان الأصناف اللي بنقدمها ببيت عزيز، بالإضافة للموظفين الموجودين بالمطبخ ببيت عزيز. بحس إنه أحسن شيء بيقدمه بيت عزيز هو تجربة المكان، إنك أنت تكون موجود بهذا البيت القديم، بهذا الحارة القديمة بوسط الصل، على أساس نعطي فرصة للناس ولضيوف الصل وضيوف الأردن إنهم يزوروا هاي البلد ويحتفلوا ببيوتها وبشوارعها القديمة. وهذه كانت الفكرة من بيت عزيز.